النهاردة محضرين موضوع مهم جدا، موضوع يمكن ما بنتكلمش عليه كتير، لكن لو احنا ركزنا هتلاقوه موضوع بيتبني عليه حياة كاملة، موضوع بيهم كل بيت مصري. النهاردة هنتكلم عن مظهر الراجل المصري، مظهره يعني شكله يا إيمان، شكل الراجل المصري إزاي، شياكته وهيئته ومنظره بتأثر على صحته النفسية، وخصوصاً إن إحنا ابتدينا نلاقي كل بيوت الأزياء العالمية مؤخراً مهتمة جداً بالستايلات الرجالي. يعني الراجل دلوقتي زي ما بنقول كده بالمصري كده محنتف زيادة أكتر من الست. الراجل يا إيمان زي الست شكله مهم؟ زي الست. وأقول لكم على حاجة، يعني اهتمام الراجل بنفسه وبهيئته وبشياكته بتأثر على الست. هتقولوا لي إزاي؟ أقول لكم إزاي. الراجل حالته النفسية بتتغير للأحلى، بتلاقيه أهدى، بتلاقيه بيدلع الست أكتر وبيهتم بيها طول ما شكله حلو وواثق من نفسه. قد كده الثقة بالنفس يا جماعة بتأثر على الحالة النفسية. وعلى فكرة هو مش الراجل بس، أنا كست، أنت كست، شوفي كده جربي لما بتكوني جايبة لسه حاجة جديدة ولابسة جديد كده وعاملة لون جديد في شعرك، أو عاملة شعرك بستايل جديد أنت مش متعودة تعمليه، حتى ميك اب بشكل مختلف، المهم شكلك حلو. في الآخر لما أي حد بيشوفك بيقولك إيه ده؟ أنت النهاردة فيكي حاجة غريبة، أنت النهاردة محلوة زيادة، فجأة بتلاقي في نور كده ظهر على وشك، في ثقة بالنفس اترسمت على قعدتك، في كلام حلو طالع منك. حتى لو أنت زعلانة، حتى لو عندك مشاكل الدنيا كلها على راسك، مجرد ما بتحسي في عينين اللي قدامك بحلاوتك وبأنوثتك أنت بتختلفي. نفس الكلام على الراجل، نفس الكلام على الراجل. طيب هتقولوا لي ان الراجل لازم يهتم بنفسه فعلا، طبعا زي الست ولازم يبقى شكله حلو. هقول لكم كمان كست، قبل ما تقولي للراجل ايه ده ايه ده انت شكلك عامل كده ليه، انت تخنت قوي، طب انت مش ناوي، لا خلي بالك في دور كبير قوي على شكل الراجل وانقته وشياكته وهندمته. تحسي كده تقولي ايه ده راجل مهندم. هو على فكرة مش بقول إن لازم الراجل يبقى وزنه مثالي وزي المودلز بتوع الإعلانات وبيلعب جيم 24 ساعة، لا ما هو مش كل الرجالة فاضية لكل الحنتفة دي، لكن عايزة أقول إن أنتي كست ليكي عامل كبير قوي في هندمة جوزك. يعني لازم تشاركيه في ترتيب الألوان. إحنا شطار كستات، ستات كده شطرة، تلاقيها ايه الست الشاطره كده الجميله الواعيه، تلاقيها اللي بتطلع لجوزها لبسه، بتهندم له لبسه، البس ده على ده، لا بص ده هيبقى شكلك احلى، لان انت شايفاه ازاي هيبقى حلو، انت عشان بتحبيه فاكيد عايزاه حلو. فبرضه لينا دور كستات في شياكه الراجل اللي معايا، لازم يبقى برضه بهتم بشكله وهيئته. طبعا في ستات انا مش هتكلم عليهم النهارده، في ستات بتخاف تلبس جوزها حلو وتقوله على حاجات بتخلي شكله أحلى، لا إيه لا يبص للستات تبص له أكتر. فطبعاً على فكرة الستات دي على قد ما هي حاسة إن هي ذكية، بس هي غبية، هي مش ست ذكية، لكن الست الذكية الشاطرة هي اللي تخلي جوزها شكله حلو زي ما هي شكلها حلو. عايزين يا جماعة النهاردة نكسر قاعدة إن الراجل في حياتي مكنة ATM. أنت مش مكنة فلوس على فكرة، انا بكلم كل رجاله بتتفرج عليا، انت مش ATM بس، احنا عايزين مامتك تكلمك بهاتي كذا وانت طالع، مراتك تكلمك اصل انا محتاجه كذا كذا كذا، اولادك يكلموك انا عايز ما اعرفش ايه اشتري ايه وايه وايه اونلاين. انت مش مكنه فلوس. الدور في رجاله بتبقى مبسوطه بالدور ده اللي هو دور المضحي، وانا يعني شمعه بتحترق عشان مراتي واولادي واهلي واهل بيتي. الدور ده جميل بس ياخد حجمه، لكن انت بقى فين من كل المسؤوليات اللي انت شايلها على كتافك؟ انت راجل جدع وراجل شايل مسؤولية بيتك، وتحية ليك لكل راجل مقدر مسؤولياته وشايلها وعارفها. لكن في نفس الوقت اوعى تنسى نفسك، اوعى تنسى تهتم بشكلك، اوعى تنسى ان انت لسه صغير. انا بشوف رجاله كتير بدل ما يروح للكوافير ولا يظبط شعره ولا يقولك لا البيت اولى بالفلوس، لا 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 البيت تمام. انت كمان ليك حق في الاي تي ام دي، في الكارت اللي انت عايش بيه الاي تي ام،
ان انت تهندم حالك. واجب عليك ان انت تجيب لبس حلو كل فتره. حاسس ان انت مثلا شعرك وقع خف خلاص، بيبقى فيه جينات وراثيه، بتلاقي صغيرين في السن لكن شعره خفيف جدا، ايه المشكله؟ خلاص دلوقتي بقى فيه زرع شعر، بقى فيه اهتمام ان انا اقدر ارجع تاني شباب، اقدر اخس واهتم بجسمي واحس ان انا عايش. عشان كده النهارده حبينا نتكلم في الجزئيه دي، ازاي تهتم بشكلك، وان مهم جدا ان الراجل يهتم بشكله الخارجي عشان صحته النفسيه تبقى كويسه. انا لما جوزي يبقى مبسوط بشكله وسعيد هينعكس عليا انا السعاده دي. لو جوزي كئيب ومكتئب ومش طايق نفسه ومشاكل حياه نازله على راسه، صدقيني عمره ما هيبقى سعيد في البيت، وعمرك ما انت هتبقي سعيده اصلا.